المشاركة في عملية السكة للتوجيه احنا حرصنا عليه كل زملائنا وابنائنا المهتمين. واجب وطني ان تؤدي واجبك في التصويت. حق شخصي لك في ان تختار ما تريد، تختار ان تكون موافق او غير موافق هذه ارادتك، وهذا هو ما يجب ان تتخذه على طول قناعاتك الشخصية وقناعاتك الموضوعية. الحقيقة التعديلات فيها كثير من الايجابيات احنا حرصنا عليها ونتمنى تدعيمها. انا شايف انه من ابرز ما في التعديلات الدستوريه هو الاطار الذي وضع فيه الدستور قوات المسلحه والتزامه بالدفاع عن الشرعيه وعن الدستور. ده اصبح الان التزام دستوري. والجديد في هذا الامر هو انه يجب ان ينتقل الى القسم الذي يؤديه ضابط الشرطه وضابط القوات المسلحه. فيكون القسم متضمن التزام الدستوري للتنفيذ القانوني اذا تم اجازته باذن الله. شكرا.